قول الو. اه قول الو دلوقتي. الو دي الو كابتن حمدي نوح. لسه بنتكلم. احمد ابو رحاب. حبيبي يا ابو نوح. ايه يا كابتن احمد. احمد ابو كابتن رحاب. احمد اهلا بحضرتك، منورنا في البيت الكبير في قناه النادي الاهلي. كابتن هاني انت اللي منور الدنيا. ربنا يخليك يا كابتن. انت نجم كبير ونجم عالمي، ومعاك واحد لو الحظ اداله شويه كان هيبقى عالمي. ده صحيح، ده صحيح. انا قلت له الحمد لله ان انا بدات العب كوره، كان هو اعتزل، كان هتبقى بالنسبه لي مشكله، ما كنتش هروح المانيا يعني. والله انتوا الاثنين قيمه واحده. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن لسه بيحكي موقف كان مع كابتن حمدي وحضرتك والكابتن مختار مختار. ايوه. ده كان في نادي اتفضل. احنا نادي الزمالك، كان الكابتن ميمي فكري المدرب بتاعنا، وخد نادي الزمالك، وبعد كده الكابتن ميمي قال له دول لعيبه يعني عايزين برضو نديهم شيء، ما كانش فيه فلوس ولا حاجه زي كده. طبعا. عايزين شيء يعني يليق بنادي الزمالك ومظهرهم وبتاع، كانوا طلبوا 500 جنيه لكل واحد فينا. والكابتن حلمي، كابتن حلمي زموره، قال له لا هم كفايه عليهم كل واحد 200 وكده. طبعا حمدي غضب ومختار غضب، وخرجنا احنا الثلاثه مشينا. بعد الموسم الاولاني في الدوري الممتاز، الكابتن حلمي نفسه عرض في حمدي لوحده 60,000 جنيه. ده الموسم اللي بعديه على طول، من 500 جنيه ل 60,000 جنيه. 60 ل 200 ل 200 ل 200 لواحد بس. الواحد. اوكي. لواحد مش للثلاثه. طبيعي يعني، طبيعي. فيعني برضو في حاجات كانت بتفوت على الخبراء وعلى الناس اللي ليهم نظره. الكابتن ميمي قال له بالنص كده، قال له يا كابتن حلمي الثلاث ولاد دول هيبقوا في روضه مصر السنه اللي جايه. السنه اللي جايه كان الكابتن علي خليل بيلعب، وكابتن مصعب نور رحمه الله، وكان كابتن عماشه موجود الله يرحمه، وكان موجود كوكبه من النجوم مع عبد العزيز عبد الشافي ربنا يديله الصحه، وكان مصطفى عبده، وكابتن محمود الخطيب. طبعا. قال له الولاد دول هيبقوا ثلاث فراوده بتوع مصر السنه الجايه. فالكابتن حلمي رفض، قال له لا هم 200 جنيه لكل واحد، فاحنا غضبنا ومشينا. بيعرض على حمدي لوحده 60,000 جنيه في السنه. هو في التوقيع طبعا ما فيش احتراف، يعني عفوا ما فيش احتراف. هو ساعه التوقيع يعني يعني يوقع وياخد الفلوس. بالظبط. فيعني عايز اقول لحضرتك انه حمدي من المبدعين، حمدي لعيب فنان، انا كان ليا البخت وليا الحظ وليا الشرف ان انا لعبت جنب ثلاثه انا بعتبرهم من احسن ثلاث فراوده فنيا في المصطفين الاخر. الكابتن علي ابو جريشه في دوره الصداقه سنه 75، الكابتن محمود الخطيب في الدوره الافريقيه العاشره في اديس ابابا، وبعدين حمدي لعب معايا الناشئين، قطاع الناشئين كله من تحت 18 سنه لحد ما مشي نادي المقاولين، لعب حوالي معايا اربع خمس مواسم. حمدي مبدع يعني. الثلاث اسماء دول، كابتن محمود الخطيب ده قيمه كبيره جدا. الكابتن محمود الخطيب كنت تتفرج عليه وانت احيانا تنسى ان انت زميله وتقعد تتفرج عليه بيعمل حاجات عجيبه. حمدي في ميزه، والخطيب في ميزه، وكابتن علي ابو جريشه في ميزه. الثلاثه من اروع ثلاث لعيبه ليا الشرف ان انا كنت جنبهم في يوم من الايام. كابتن انت كمان كنت لاعب رائع، ويمكن كابتن حمدي كان بيتكلم على حضرتك، لكن برضو عايز اسالك، بتحس ان كابتن حمدي ستايل مختلف، وكابتن الخطيب ليه حاجه مميزه، كابتن علي ابو جريشه حاجه مميزه، وكابتن حسن شحاده حاجه مميزه؟ طبعا. يعني طبعا كان طبعا في مزيج كده من اللعيبه اللي تقدر تقول عليها لعيبه متكامله بشكل كبير جدا. اكيد. يعني سؤال لحضرتك سريعا، وهنناقش كمان مع كابتن حمدي في المهاجمين في مصر خلال يمكن العشر سنين اللي فاتوا، خلينا نتكلم الاختلاف في هذه المواهب والاختلاف في الستايل دوت، واحد بيلعب بدماغه كويس، واحد بيرقص كويس، واحد الكنترول بتاعه كويس، واحد اختراقاته كويسة، الاختلاف ده ما بقاش موجود للأسف في مصر. ده راجع نتيجة الموهبة وما عندناش موهبة، ولا راجع لظروف خاصة بنمر بيها يعني؟ لا حضرتك انت جيت على فعلا على الجرح. الاحتراف يا كابتن هاني طبق غلط. الاحتراف طبق غلط. الاحتراف قلت المواهب وقلل الانتماء
وكثره الطلبات في الفلوس. وادي اللي بيقف على الساحه النهارده ابن النادي. يعني لما تيجي الموقف زي انا كنت رايح النادي، لا انا اعشق النادي الاهلي والناس كلها تعلم انا الكابتن صالح سليم، ولي عظيم الشرف ان انا قعدت مع الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم طلبني احد ماتشات الناشئين، ومع ذلك لعبوا في دماغي الناس اللي حواليا وقالوا لي ده النادي هنا وهيعملوا لك تمثال وانت ابن النادي ومش عارف ايه، رغم اهلاويتي الا ان انا ما انتقلتش للاهلي. النهارده اللي بينشا ده كابتن شلش اللي قال لك كده على فكره، صح؟ كابتن شلش قال لي عندك صندوق فيه 500 جنيه حدهم لك. وقال لي كابتن حمدي عندك، ما تسيبناش. قال لك ايه كابتن؟ قال لي في صندوق هندي لك عمار. لا وصلت لصندوق فيه 500 جنيه. قال لي في صندوق فيه 500 بتاع اللعيبه انا حدهم لك. قلت له يا كابتن سيبني امشي اشوف حاجه ثانيه يا كابتن. ده نصيب. لا نصيب. طيب لما اشوف حضرتك النهارده اللاعب بيبدا من مدرسه كوره وبينسى كل ده عشان يروح لفلوس، يبقى انا معايا المجد ومعايا الشهره ومعايا الجماهير ومعايا البطولات ومعايا التاريخ ادور على فلوس؟ انا في الحقيقه ما بجيبش اسماء حد، وهو كلامي واضح على، ولكن مش عليه هو لوحده، عليه واللي على اللي قبله واللي قبله واللي قبله. ولكن انا برضو اشيد هنا، ما زلنا عندنا برضو بعض الناس اللي تقدر المكان. صحيح. اذكر الاسم محمد الشناوي، انا بحترمه جدا طبعا جدا، لانه قدر المكان وقدر القيمه وقدر الكيان، وفضل وقال كلمه واحده بس، الفلوس هتيجي هتيجي. ده حقيقي. اما اللي بيدور على الفلوس من غير ما يعمل لنفسه تاريخ ويعمل لنفسه بصمه مدى الحياه، ده بيبقى مخطئ. لا الغريب الغريب في الامر كمان انه كان هياخد فلوس، وفلوس كتيره يعني. خلينا نتكلم بكل امانه، ما بنحبش نتكلم على الموضوع ده، لان ده يعني كمان هيبقى فلوس لا فلوس ومنتمي لمؤسسه وجماهير وبطولات يعني خلينا نتكلم، كل واحد طبعا ليه حريه الاختيار في الاخر. يعني في احد لاعبي النادي الاهلي انتقل من النادي الاهلي زمان لاحد الانديه، فما طلبوني انا، هو كان من منطقتي يعني، قال لي يا ابني اللي يلبس الفانيلا الحمراء ويقعد على الخط يفضل العالم كله عارفه مدى الحياه. صحيح صحيح. يعني دي كفايه، يعني انت لبست، انا والله العظيم كنت اتمنى اتصور بفانيلا النادي الاهلي، مش العب بيها فانيلا، اتصور بفانيلا النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمه كبيره، فعشان كده هرجع لسؤال حضرتك، المواهب قلت لان الاهتمام بقى بالفلوس. يعني هذكر لحضرتك حاجه كده على السريع، بطوله الامم الافريقيه سنه 6 او بطوله الامم الافريقيه كنا سبع مهاجمين. سبع مهاجمين. وكان في نفس التوقيت كان في بطوله دوره الصداقه كان فيها سبع مهاجمين سنه 75، وكان في كاس فلسطين في سبع مهاجمين، وكان الكابتن حمدي نوح والكابتن حمامه و كابتن عبد العزيز كان مصاب، وكابتن حمامه كانوا بيلعبوا ماتش ودي مع ايران هنا. السبع مهاجمين اللي كانوا في دوري الصداقه، كابتن علي ابو جريشه، كابتن محمود الخطيب، كابتن موسى عبد النور الله يرحمه، كابتن اسامه خليل، كابتن مصطفى عبد ربنا يديله الصحه، احمد ابو رحاب، احمد شاكر رحمه الله. انا بعد لك السبعه اللي كانوا هناك، وهعد لك السبعه اللي كانوا في كاس فلسطين. كاس فلسطين كان كابتن عماشه، كابتن عمر عبد الله، كابتن عبد الدايم، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن الشاذلي. اسماء كلها كبيره. امير مخيمر. كابتن احنا كان عندنا في وقت من الاوقات منتخب مصر واحنا 40 45 مليون كان عندنا 16 و18 مهاجم. في خلل ما. اكيد اكيد يا كابتن اكيد، وان شاء الله احنا نتمنى للافضل، ونتمنى ان احنا فعلا بالتأكيد يكون عندنا عايزين نكون عندنا نجوم زي حضراتكم ان شاء الله. امل ان تعاد الامور الى نصابها ان شاء الله. انا بشكرك جدا كابتن. لا ده انا بشكرك يا كابتن، شرف لينا. انا بشكرك على المداخله دي. لا شرف لينا يا كابتن، معاك انت نجم كبير ومعاك نجم كبير. ربنا يخليك يا كابتن، انتوا الاثنين مكملين بعض. شكرا ليك كابتن احمد ابو رحاب، طبعا النجم الكبير، بنشكرك شكرا جزيلا.